للنيخ بيت والنيخبين بصغرته وبقضاءه وصغرته المدينة من كل الطوايف والميول، بالرغم من كل رشويتن وتليفوناتن وتوسلاتن إنه تعطوهن فرصة رابعة وسادسة. عم بتقولوا لهم بكفي 30 و40 سنة، هالمرة لا، وصل البديل. مخايل والقوات صرنا هلأ واقع وطرف ثالث، وخلقنا توازن ضيعته المنطقة من 30 سنة. على صعيد الوطن بتبنى مشروع بناء الدولة اللي طرحته القوات اللبنانية. أولوياتي إنه نرجع بسرعة الحياة الكريمة للشعب اللبناني، بداية بتقوية قوته الشرائية وتسهيل الأموال من المصارف وتحرير السلطة القضائية. مشروعي لصغرته وللقضاء إعادة منطقتنا إلى لبنان وحماية هويتنا، واللي ما بدن صاروا قليل وعم بيقلوا كل يوم. ثانياً تحرير منطقتنا من الإقطاع ومن المحاصصة الفاسدة. ثالثاً تحقيق إنماء اقتصادي تيبقوا أولادنا هون. ومعظم التقليديين برهنوا إنن غير كفؤين، ومع إنه كان فياً كتير إنما ما كان بدن. ما تفوتوا الفرصة اللي بتعرفوا صعب إنها تنعاد. انتخبوني يا أهالي صغرته والقضاء، لأنه أنا هو التغيير الصح الكفو والمنتج، والأهم أنه أنا اللي جاي أخدمكم.